السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تلون العناصر اللي عندك في المشروع بأسلوب سهل، ممكن اجي هنا من بيم 1 دي ادنسي مسطبها واقول له كولر سبلاشر وابدأ اختار. ما انا عايز الون ايه؟ مثلا الوول او الستير او الدور او السيلينج او الحاجات ديت. اقول له مثلا عايز الونها من خلال الاريا، كل اريا تاخد لون. اقول له ابلاي بالشكل دوت. اقول له مثلا من خلال الفاميلي اند تايب، شوف ايه الخاصية اللي انت عارف ان فيها اختلاف، مثلا من خلال الماتريال، من خلال التايب، من خلال الفوليوم مثلا، فكل فوليوم بيبقى ياخد لون معين، او من خلال التايب. وهنا ممكن تسيف الالوان ديت وتقدر تعملها لود في اي مشروع تاني، فتلاقي الحاجات اتلونت عندك بالشكل دوت. ممكن تحط خاصية مثلا اللي هو الحاجة الشغل اللي خلص قد ايه، شغل 10% وتقول له اعملهم لحسب المعدل الانجاز.